من طفولتنا ونحن بيتردد على مسامعنا عبارات بيقولوها أهلينا عن ضرورة احترام كبار السن وتقديرهم والتعامل معهم بطريقة بتليق بسنهم وخبرتهم الحياتية. 100% تربينا على هالشي يا نور، ولكن للأسف بظل الظروف اللي صارت وبعد 10 سنين حرب أو أزمة وبعد اختلاطات قوية بثقافات ما لا بتشبه ثقافاتنا، صار البعض يشوف هذا الموضوع ما له داعي. يمكن ببعض الجوانب هالمبادئ تدريجياً عم تتراجع. لهيك بفقرتنا لليوم رح نذكر أنفسنا وكل المشاهدين ونتعرف على أهم القواعد بأصول اللباقة بالتعامل مع كبار السن. ضيفتنا الخبيرة بالتنمية البشرية الأستاذة شيرين نحلاوي مشكورة رح تجاوبنا عن كل استفساراتنا. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. خلينا بالبداية نحكي عن خصوصية التعامل مع كبار السن وخاصة بفن الإتيكيت، وشو هي الفئة العمرية اللي نحن بنقصد فن التعامل معها. تماماً، بداية بالتذكير بفن الإتيكيت ونذكر الموضوع مرات عديدة ببرنامج صباح الخير. فن الإتيكيت هو خبرة التعامل مع الآخرين ضمن أخلاق وضمن أصول معينة، والآخرين أو الأشخاص اللي إحنا بنتعامل معهم ضمن فن الإتيكيت ما بيشملوا فئة عمرية معينة، ولكن أنا بدي أتعامل بفن الإتيكيت مع جميع الأشخاص الموجودين حولي. صح. سواء فئة المراهقين أو حتى الأطفال، ولكن بالأخص كبار العمر. شو خصوصية التعامل مع كبار العمر بإتيكيت معين أو ضمن أخلاقيات معينة؟ لأنه هن بيتجاوزونا بجيل أو جيلين، لأنه خبرتهم أكثر من خبرتنا، لأنه يعني مرق عليهم خبرات وتجارب بتفوق خبراتنا وتجاربنا. إضافة إلى هالشيء أنه هن يعني بيشعروا بالسعادة أكثر وقت نتعامل معهم بمشاعر الود والأخلاق، وهذا الشيء بيعزز هاي المشاعر عندهم. طبعاً الجمعية العلمية لصحة الإنسان أشارت إلى أنه كبار السن اللي تجاوزوا 70 سنة هن بالسنوات القليلة المقبلة بدهم يشكلوا ما يقارب 20% من سكان العالم، وهذا أمر بيدفعنا وبيحفزنا أنه نحن نكثف الجهود لهي الفئة، فئة كبار السن، أنه نحن نعتني فيهم صحياً أكثر، اجتماعياً ندمجهم بحياتنا الاجتماعية، وطبعاً والأهم من هذا الشيء كله نفسياً، لأنه هذا الشيء بيأثر على سعادتهم. تماماً، منطق اللي حكيتي أستاذة شيرين. طالما اليوم الإنسان عم يهتم بصحته أكثر والدول عم تسعى للرعاية الصحية، فمعدل الأعمار عم يمتد لبعد 60 وبعد 70، لذلك لازم ندير بالنا كثير منيح كيف بدنا نتعامل مع هالأشخاص القديرين. نرجع لمجتمعنا السوري، مربيين مثل ما قالت نور انه نحترم الكبير ونعطف على الصغير اتسترا، ولكن اليوم بتلاقي انه شوي اختل هذا التعامل بين الجيل الشاب وبين كبار السن. بيقول لك اوكي اكثر خبره مني مشكلته، مين قال له يحصل هالخبره؟ انا ما دخلني بخبرته. بيقول لك انه انا لازم اكون عم ادي فروض الاحترام له، انا محترم هو لازم يحترمني. صحيح. هلا كبار السن هن مالهم اشخاص بعاد عنا، هن اهلنا، هن آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا، يعني هن مالهم أشخاص بعاد عنا، فأنا المفروض مثل ما تعاملت برفق وبمعاملة حسنة بالصغر، أنا عاملهم معاملة أكثر من هيك وقت هن يكبروا ويتقدم فيهم العمر. ما المفروض أنه تتغير معاملتي معهم، خصوصي أنه أنا بدي أخذ بعين الاعتبار أنه الشخص المسن بيمرق بتغيرات فيزيولوجية، بتغيرات نفسية بتأثر مباشرة على 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 صحته وعلى على نفسيته. بلاقي بعض الأشخاص ضعيفين البصر، ضعيفين السمع، عندهم مشاكل بالأعصاب، عندهم مشاكل نفسية، تعصيب، توتر. هذا كله نحن اللي بنلعب فيه الدور الأكبر. المسن هو فقط عم يتلقى صار منا فقط الردود الأفعال اللي هو بده يقوم فيها، ولكن هو ما بيبادر برد فعل. صحيح طبعا المعايير تغيرت، مزبوط هذا الحكي، المعايير تغيرت من قبل لهلا، ولكن بنضل ناخذ بعين الاعتبار انه هدول اهلنا، وبدنا نحاول قد ما نقدر نعاملهم برفق، لانه كل شيء نحن بنعمله بينعكس على نفسيتهم. تمام. بالسلب او بالايجاب. تمام. بدنا ننتبه من موضوع الاكتئاب كثير، لانه اغلب كبار السن اكثر ما يعانوا من الزهايمر والامراض العصبيه بيعانوا من الاكتئاب، فطبعا هذا الشيء نحن بنكون سببه الاول والاخير.
طبعا والام والاب هن المسؤولين اولا واخيرا على تربيه الطفل وزرع هي التقاليد بضمن شخصيته لحتى يعرف يحترم الكبير ويعرف مستوى كل شخص بحياته كيف لازم يكون له الاحترام والواجب تجاهه. اذا كان ساكن معنا حدا كبير بالسن، اذا بنقول مثلا الجد او حتى الجده، كيف لازم نتعامل معهم؟ كيف لازم نتعامل معهم نحن لحتى اولادنا يشوفونا لحتى فعلا يكون اداب التعامل هي صحيحه؟ صحيح، كثير في نقاط مهمه بتعزز يعني بتعزز حضور هذا الشخص عندنا بالبيت وبتعمل له مثل ما بنقول نحن قدر وقيمه ومكانه بهذا المكان اللي هو الموجود فيه. انا المفروض اعطي هذا الشخص احلى غرفه بالبيت، انا المفروض اقعده على راس مائده الطعام، انه هو قاعد والعائله محيطه حوله، ما ياكل هو لحاله بعدين نحن نقعد على طاوله الاكل. المفروض هو يحس بشعور الالفه، له احسن مكان، له افضل غرفه، انا بلقي عليه السلام عند خروجي وقت خروجي من المنزل، وايضا وقت رجوعي للمنزل بسلم عليه، بتودد له، بحاول انه لاطف هذا الشخص لحتى الاولاد مثل ما قلتي الاحفاد يتعلموا كيف نحن عم نعامل ويعاملونا وقت نحن بدنا نكبر بنفس هي المعامله. بدي احاول انه من الوقت للثاني افتح احاديث ولو بسيطه، يعني ما ارهق هذا الشخص المسن بامور كبيره، احاول انه افتح معه احاديث بسيطه كمان تحفز ذاكرته وتنعشها وتخليها مرنه انه هو دائما يجيب مصطلحات يحكيها معنا. هذا امر كثير مهم، بالاضافه الى انه ممكن اخذ راي هذا الشخص المسن بامور ما لها امور اساسيه يعني او ما لها مصيريه، ولكن انا شاركه، ولكن يعني طبعا انا بشارك هذا الشخص بحياتي، هذا الشيء كثير بينعكس على نفسيته مشان ما اخلي كمان ابني يتأفف من جده او حتى طبعا قعده الاجداد جدته مع الاحفاد كثير مهمه لنفسيتهم لصحتهم النفسيه، كثير بتعزز الصحه النفسيه عند الاجداد وحتى للاطفال بحبوا اجدادهم اكثر ما يحبوا ابائهم ببعض الاماكن. يمكن نور عم تقول صح لانه عم تعيش هالحاله، صحيح مو مطلوب منهم التربيه ابنها، ولكن مطلوب منهم الدلال، وبظن الحنية بتكون أكبر بعمر الجد والست وخاصة للحفيد. يعني بجوز نحن ما حسينا بهي الحنية عند أهلينا، ولكن عم نشوفها لأ عند أولادنا أكثر 100%. صحيح. لأنه الجد والست بيقولوا أغلى من الولد ولد الولد. طيب بالوقت المتبقي لو نعطي شغلات لكبار السن كيف بدهم يتعاملوا مع الأصغر منهم؟ اليوم هذا الشخص اللي اتفقنا صار عنده قدر كبير من الحكمة ومن الخبرة بالحياة، ولازم الكل يحترموا أبنائه وأحفاده وحتى الناس العادية اللي بالشارع قدراً لعمره، هو شو دوره لحتى يوصل احترامه للناس؟ هو دوره يكون صبور، لأنه الكبير بالعمر بالمكان اللي هو جالس فيه، خصوصي إذا طبعاً كان في خطأ كبير أنه نحن خليناه يشعر بعد سن التقاعد أنه أنت ما عاد في شيء تقدمه، ما عاد في شيء تعمله، أنت عود ارتاح، نحن بنجيب لك كل شيء اللي عندك. طبعاً هذا من الأخطاء الشائعة مع كبار السن، هون هو بيكون نفس صبره لأنه بحس حاله بيوم من الأيام كان عم يقدم ويعطي كل شيء وفجأة وقف دوره أو انتهى دوره، ما عاد تجمد، ما عاد في شيء عمله، هذا بيسبب عنده خمول وبيسبب عنده تقوقع، وهذا الشيء طبعا من الأخطاء الشائعة. فلا، نحن بدنا نعطي فرصة لكبير السن انه هو يقدم، وهو بده يكون عنده شوية صبر ويفيدنا بالحكمة تبعه انه نحن نقدر نتعاون سوا نحن وهنين. بنشوف كثير كبار بالسن موجودين بالبيوت، ولكن دائما هنين عم بيصرخوا عم بيعيطوا عم يعيدوا طلبهم اكثر من مرة. طب هذا من باب الاتيكيت كمان طبعا، يعني مثلا انا ككبير سن لازم تحترمني، ولا في لباقة بالإتيكيت بالتواصل مع العمر الأدنى؟ ليش نحن بننظر بس بالعكس إنه الأدنى يحترم الأكبر؟ كيف بده يعطي أوردر كبير السن؟ كيف بده يفرض هيبته؟ الإتيكيت والتنمية البشرية شو بيحكوا بهالنقطة؟ هلا فرق الأجيال لحاله بيفرض نفسه بهذا الموضوع، هو كبير بالعمر وفي فرق بيننا وبينه مثلا 20 أو 40 سنة، جيل أو جيلين، هذا يعني هاي الفترة اللي هو عاش فيها مع أهله مع أجداده، تعلم فيها كيف هو يعني يكون حكيم، كيف يكون هو صبور وكيف يكون حكيم. نحن من هون منطلق من هاي النقطة انه كمان نقدر انه نتبادل معه هاي الامور، يعني نقدر انه نحن نستغل حكمته مثل ما قلنا، ناخذ رأيه ونعطيه الصبر اكثر وهو يكون حكيم معنا اكثر. من هون بنقدر طبعا انه نعزز الصحة النفسية عنده. طبعا بنشوفها لدول متقدمة بتتسابق بهذا الموضوع بتقديم الخدمات لكبار السن لحتى هن يشعروا بالراحة النفسية، يشعروا بالسعادة، إذا كبير السن قاعد بمكان مرتاح فيه وبيشعر بالسعادة، هو بالمقابل كمان بينعكس علينا أفراد العائلة نحن، وطبعا نستفيد من خبرته وحكمته أكيد طبعا. إن شاء الله يا رب نحن نقدر نزرع هي الثقافات ضمن مجتمعنا وحتى ضمن أطفالنا وأولادنا والجيل الجاي لحتى فعلا ترجع الثقافات الماضية ترجع تتعزز من أول وجديد. خلينا نحكي عن كيفية التعامل مع كبير السن بالأماكن العامة،
بالمحلات وتلاقي عم يروح تلاقي عم يشتري، وخاصة كبير السن ممكن يعاني من أمراض معينة، ممكن نقص بالسمع، ممكن مشاكل ثانية، يعني الغير ما يقدر يقدرها، ولكن إحنا لازم نعرف نتعامل معه. صحيح، أنا وقت بجتمع بشخص كبير بالسن خارج المنزل المفروض أنه أنا أفتح له المجال، هو طبعاً من الآداب والأخلاقيات أنه هو يكون له الأفضلية قبل ما أنا أو أحد ثاني، أنه طبعاً إذا كنا ماشيين بالطرقات العامة له الأولوية أنه هو يمرق، إذا أنا بدي أتجاوزه بالمشي المفروض أنه أنا أستأذنه، ما أقطع فوراً عنه وأشعره أنه في شيء مرق من جنبك ممكن أنه يزعزعك، خصوص إذا كان بيستخدم الووكر أو بيمشي على مهله. إذا أنا بدي أمشي معه بالطريق المفروض أنه أنا أمشي على مشيته، ما أسبقه أنا بخطوات. وطبعاً بالحدائق العامة بنشوف أنه أولوية الجلوس لكبار السن، خصوصي بالأماكن البعيدة عن ألعاب الأطفال، لأنه هنا بيكونوا عم يجدوا الراحة يعني والهدوء. طبعاً بنشوفه هذا من أخلاقياتنا، بنشوفه يعني كل يوم أنه يعني بوسائل النقل العام الأولوية لكبار السن، بنشوف كثير من الشباب بيقوم بيعطي مكانه لشخص كبير السن. طبعاً هذا الحمد لله يعني موجود عنه من أخلاقياتنا وآدابنا. هذا أمر كثير مهم طبعاً، طبعاً الأولوية لكبار السن مهم نكرسه مثل ما قالت نورة، عند أطفالنا عند هذا الجيل اللي بعض المنظمات وبعض الناس عم يسموه جيل الأزمة، جيل الحرب، اللي صار عمره 10 سنين وهو ما بيعرف سوريا بالأمان، يعني نوعاً ما من زمان، خاصة إذا كان بمناطق فيها توتر. فالشغل على التنمية البشرية والتنمية الأخلاقية أهم بكثير من الشغل عن كتير قصص تانية. أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله يا رب هيك الأفكار تكون وصلت لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. شكرا كتير لك يا سعد صباحك.